شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء وتحالف مكون من شركة إنجي وأوراسكوم وتويوتا تسوشو لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاوات في منطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس. وفي السياق قال وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر إن التكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 650 مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم في إنتاج ملياري كيلووات لكل ساعة سنويا، فضلا عن تحقيق وفر في الوقود بنحو 420 ألف طن من البترول. يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2020.